السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حد بعت لي رسالة مفتوحة قدامي بس مش هقدر أعملها شير، إن هو يعني أصيب في حادث وعنده كسر وشروخ والحاجات دي كلها، فعايز يرفع صور الأشعة لشات جي بي تي، وشات جي بي تي يقول له هل هي محتاجة شريحة ولا لأ. طبعا الموضوع ده يعني لازم نبقى نقطتين. أولا، نسبة الخطأ في شات جي بي تي حتى الآن كبيرة وتصل إلى 20% في الأمور العادية، مش بنتكلم في حاجة متخصصة زي الطب. فهل احنا عندنا استعداد نروح لدكتور واحنا رايحين وعارفين انه عنده نسبة خطأ تصل ل 20%؟ يعني كأنه لسه مثلا بيتدرب، لسه في سنة تانية، لسه الحتة دي مخدهاش، ولا بنروح لحد دكتور متخصص عالم يقول لنا اعمل كذا او ما تعملش كذا؟ دي نقطة خطيرة جدا. انا اول ما شفت الرسالة، طب ده مقلب، طب ده حد بيهزر، طب هل الراجل مهما كان، يعني مهما كان ما نقدرش نستعين بالذكاء الصناعي في حاجه زي كده. هل في ناس بتستعين بيه؟ لكن الدكتور نفسه هو اللي يستعين. بمعنى ايه؟ يعني ان الدكتور فاهم الاشعه وفاهم لو حصل خطا من شات جي بي تي هيرمي الكلام بتاعه في الزباله ويبدا ان هو يشخص هو بنفسه. تمام، يعني لو جات له واحده وقال له عندها مثلا بروستاتا او حاجه زي كده، يعني امراض خاصه بالذكوره، اكيد هيكتشف ان في مشاكل. لو قال له محتاج عمليه او مش محتاج عمليه، هو شاف قدامه لا، الموضوع 1000000% ما يستحملش عمليه. فالدكتور يقدر يفهم الاشعه ويقدر يفهم الكلام ده. فالدكتور هو اللي المفروض يشوف الاشعه دي مع شات جي بي تي، وهو اللي يقرر، هو اللي ياخد القرار. الذكاء الاصطناعي ميزته ان هو عنده تنبؤ بالحاجه قبل ما تحصل. يعني ممكن يتنبأ ان الراجل ده مثلا بعد 3 سنين لو فضل على نفس الحال ده هيوصل ليجيله مرض السكر، لان هو بيشوف قاعده البيانات للناس اللي جالهم سكر مثلا من 10 سنين كان حصل لهم ايه، فيبدا ان هو يستنتج التشخيص مبكر. انما دقه التشخيص للعامل البشري حتى الان اقوى، فلازم نستعين بالاثنين. يعني ما بقولش الذكاء الاصطناعي نرميه وما نستعينش بيه في الطب والهندسه والمحاماه، بالعكس. لكن ما ينفعش مثلا تستعين بيه في المحاماه بدون ما تستعين بمحامي، تلغيه خالص، او تستعين بيه في الهندسه وانت مش مهندس. فممكن تقول له ايه، صمم لي بيت، يعمل لك حاجه شكلها حلو قوي، لكن هي ما ينفعش تصمم في الطبيعي. او لو بصيت عليها هتلاقي ان في باب، في غرف كتيره من غير ابواب ولا شبابيك. هي دي الفكرة، يعني تحت إشراف طبيب. يعني اكتب كده على شات جي بي تي يحفظ بعيدا عن الأطفال ولا يتم استخدامه إلا تحت إشراف طبيب. دي فعلا حاجة خطيرة جدا. إن لما شفتها ده في ناس كتير ممكن تعمل الموضوع دوت في كل المجالات. يعني يخلي شات جي بي تي مثلا يقول له اعمل لي كذا وكذا وكذا وكذا، تمام، هو مش تخصصه ومش مدرك في الموضوع، وياخده بس يبعته، تمام، من غير ما يقراه. يعني ممكن حد يعمل رساله دكتوراه ولو بعتها للدكتور والدكتور قال له انت ليش كتبت دي بدل دي، ما يعرفش. انا لقيتها كده، هو شات جي بي تي، انا هفهم احسن منه. فيا ريت يا ريت يعني ننزل الاشياء منازلها. انا استخدم شات جي بي تي في الجزء اللي انا اقدر اقفشه لو كذب عليا او حاجه غلط، واقدر اقول له لا خلي بالك من النقطه دي، خلي بالك من النقطه دي. لو انا بساله في حاجه مش تخصصي، لازم حد متخصص يكون معايا وهو اللي يتابع الموضوع، عشان دي حياه وموت، ودي اشعه، ودي علاج، والحاجات دي كلها.